أنا كمحلل سياسي بشوف إنه الوضع بالعالم العربي زبالة، صدقيني زبالة بتلاقي الدنيا. وطي صوت الكاميرا. وأصلاً ما بشوف في فرق بين جورج بوش الإبن وباراك أوباما إلا اللون. اللون هو اللي بيميزه. وطي صوت الكاميرا. أما بخصوص الوضع الاقتصادي العالمي، الكاكاب يعني بدي تقولي له 3 أشهر مش مطفي الحمامات. وطي صوت الكاميرا. وبالنسبة للوضع المحلي أستاذ شو رأيك؟ أنا برأيي إنه جماعة 8 أدار لازم نستعمل معهم سياسة جديدة، وهي إنه نحط لهم الخيارة. الخيارة أحسن من الفليفة الخضرة صدقيني، وفي القرع كمان أطيب سلطة. نقبري وطي صوت الكاميرا. وبعدين بدوا الموضوع وعي وترفع عن المصالح الشخصية، لأنه في عنا كم واحد بهالبلد حمير. يا حبيبتي والله حمير سأليني إلي. وطي صوت الكاميرا. وبعدين أنا جمعتكم اليوم لأنه قررت نترك حزبنا ونشكل حزب جديد، لأنه أنا بلا مخ بهيم اللي بيصدقون لهالبيعين. وطي صوتك يا مرة. فشو رأيكم موافقين؟ أوكي اتفقنا، بنجتمع سوا بكرة لكن علي صوتك كاميرا. أوكي اتفقنا، بنجتمع بكرة لكن فإذا أدمى وضع البلد شي تعتير، والله مش طايق حالي صرت قد الخنزير. هالبلد عبس مثل العدس، ما عاش بيختفي عالتشريج وعالبنزين. إذا بقي شي دولار روح اشتري في تيتين، تيتين للمص. لا 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 لا.